بوصلة الحرب بجنوب لبنان ما ممكن كان تفاديها، واللي عم بيروحوا اليوم بالمعركة هني ضحايا أم شهداء؟ شو بتقولي كريم؟ هني شهداء طبعاً. الجنوب عزيز كتير على قلبنا وعم بيعاني مثل ما عانى كتير مناطق بلبنان. كان ممكن تفادي الحرب فيه؟ ليك لعبة كبيرة. أنا ما بحب لما يكون في بحضرة الموت، ما بحب أتفلسف، ما بحب أحكي رأيي، لأنه لما بيكون عندك شهداء ولما بيكون عندك بيوت عم تنخرب، حكيك بيبقى سخيف وما له معنى. مش حكيك إلك حكي، يعني الحكي بالمطلق عم بحكي. أكيد. بحرب كبيرة مثل هيدي الحرب اللي راح فيها أكثر من 35 ألف شخص شهيد بغزة، وغزة دمرت كومبليتلي، نحن أرقام ونحن شيء اسمه collateral damage. قديش أنت بتقدري تعملي إنه تخففي من وطئة هالcollateral damage اللي عم بيروحوا، لأنه في أمم عم ترسم مصيرك وبلادك على دمك أنت مش على دمهم إلهم. كل ما تخففي من وطئة هالشيء كل ما أحسن. هل كان يمكن تفاديه بالكامل؟ مش أنا اللي بعرف، مش أنا اللي بقرر، رأيي كتير صغير أمام اللي عم بيصير. بس اللي أكيد إنه إجلالاً وإحتراماً للي عم بيصير وللشهداء، ما بحب أتفلسف وأعطي رأيي بهذا القصص. ميشيل، بتتصوري كأنا كلبناني وكجنوبي وأي حدا إنساني بلبنان أو عربياً يقول إنه مش شهداء؟ أي شخص عم بيسقط بجنوب لبنان هو شهيد لكل الوطن. هل كان ممكن نتفادى هيدا السؤال؟ بقلك ايه، كان ممكن نتفادى الحرب لو في دولة حدنا اللي هي اسمها اسرائيل ما عم تعمل ابادة جماعية، ما عندها هاي العنصرية، ما عم تعمل ابشع جريمة ضد الانسانية بالمنطقة. لو كان فينا نتفادى الحرب، لو في عودة للحق، طالما في غياب للحق الحرب مفروضة علينا. نقاش كبير انه لبنان هل هو دخل، هل الحرب فرضت عليه الى اخره، اكيد ما بيخلص هون. اللي بيحسم مش نحن، اللي بيحسم انه في فلسطينيين مهجرين من سنوات، مقهورين من سنوات، وهيدا الشيء المشكله هون والحل هونيك، وكل المنطقه اللي حواليها عم بتدور بهيدي المشكله من سنوات طويله لهلا.